الظاهري. دخل المغرب الفاسي هذه المواجهة لتضميد جراح خسارته القاسية الأسبوع الماضي ضد أولمبيك آسفي، بينما حسن يجاكدير الذي لم يذق طعم الفوز منذ 5 دورات بحث عن الانتصار الرابع، وكان المبادر بالتهديف في الدقيقة 30 من رأسية لأحمد الفاتحي. 9 دقائق بعدها استعاد الماس توازنه بهدف التعادل من نيران صديقة للمدافع جمال العبيدي. صراحة يعني مرة أخرى تأسف للجمهور هذا اللي جينا في كل مرة وإحنا نخيبوه، ولكن عموما ظن أن أنا تكلمت منذ الوهلة الأولى يعني منذ قدومي إلى المغرب الفاسي، تكلمت على اللمسة الأخيرة على خدمناها وعملناها وعدناها، ولكن أظن أن يعني بقدر ما أتحمل مسؤوليتي كمدرب أنا في الفريق، ولكن فيه إشكال هجومي اللي ما يقدرش يعني أجودي وحده يحلو في الهجوم. عملية الحظ إن فوا أنكوغ خانتنا. على كل حال أنا كنظن بأن نهني اللاعبين على لا كومباتيفيتي با لو جو، لأن غيست بزاف ديال الحوايج خصنا نخدمهم. هذا التعادل هو الثامن للطرفين هذا الموسم.